What's our next test? Spare? Okay. Test. Are you having fun? Okay. Public void spare adds next ball. How do you like the name? Nice. What should I roll? ما الاكزامبل قدامنا هو مش كده؟ مثلا 4 وبعدها 6 وبعدين 3 وبعدين 0. What's the score that I should expect? This should fail. And it fails. شايفين اللحظة دي؟ اللحظة دي مهمة جدا. صح ولا غلط؟ لا، هما دلوقتي they are clarifying هي ليه 16 مش 13. I think إن ده اللي أنا فهمته من الكلام. اللحظة دي مهمة جدا. اللحظة دي ما تجيش من غير executable test. اللحظة دي هتتأجل لديفكت سخيف في البرودكشن لو ما عندناش تيست. صح ولا غلط؟ أنا now I have a concrete example بقف عليه وأقول لا أنا عاوزها 14. فأكتشف إن أنا كنت فاهم غلط. علشان زميلي or the domain expert أو قال لي لا ده هي 16 عشان كذا. This is a crucial moment. ما بتجيش من غير unit tests. و I can actually claim إنها مش هتيجي بهذا الوضوح لو التيستس لاست مش فيرست. لاست مش فيرست، مش بكتب التيست الأول. كان ممكن ما افكرش التيست ده حقيقي، يس. أنا لو كنت عملتها 13 يس يس. معلش لو التيست إيه؟ لاست، لو التيست بيتكتب بعد الكود كان ممكن اللحظة دي ما تجيش. اه. يعني هاي الفايدة إنه بيكتبوها بالقبل. يس. To establish my expectations قبل ما اروح اكتب a line of production code. How can you make this pass? تاني؟ اعمل ايه؟ ما في اتنين تيست هيفيل. انت when you write one more test it doesn't mean ان انت بتباس ده وتسيب اللي فاته. انت بتتحرك green. Every single test you wrote remains green. مش ده spare؟ قلنا ال spare ال score بتاع الفريم ده هو ال 10 دي plus ال next ball. فال score بتاع الفريم ده 13 وال score بتاع الفريم ده 3. 4 و 6 10 بس لانه spare بن add ال next ball. دي الرول، انت جايز جيت بعد ما شرحنا الرولز؟ اه. فالسكور كامل 16. بيزيكلي الثلاثة دي اتكررت لأنها مرة اتحسبت مع الفريم الأولاني ومرة لوحدها. Alright؟ فبقى السكور 16. How can we make this pass؟ أغير السيجنتشر بتاع الرول. علشان؟ طب مين اللي هيقول له الناس بير؟ همينتين ستيتس. Suddenly I need to maintain كل رول جابت كام؟ A simple accumulator ما بقاش نافع. Array basically. صح؟ مش كده؟ من أول. اه. عايزين array ونخزن علشان وأنا واقف على هنا لو لقيت دول 10 اجمع عليهم دي. فده element 0 ده element 1 ده element 2 ده element 3. فلو لقيت element 0 1 ب 10 اقول ان السكور 4 زائد 6 زائد 3 واكمل. صح؟ So the accumulator will not work and I need an array. صح؟ int rolled int array rolled equal new int كام؟
20 و2 الاثنين بونص صح؟ الاثنين بونص اللي بناخدهم لو ماشي ولا ايه؟ And then what؟ اجي هنا اقول rolled of what؟ عايز variable current ball مش كده؟ equal pins مش كده؟ current ball plus plus صح؟ و current ball ده محتاج يبقى ايه؟ create field. معلش يا جماعة أنا كسلان جدا بسيبه هو يصلحه خلاص، بس هو زعلان هنا ليه؟ God bless auto continue. اوكي. بس now I'm not comfortable. لأن اللي أنا بكتبه ده بغير في البيهيفير القديم. وأنا بزود بيهيفير جديد. فدلوقتي لما يجي لي فيلير هبقى مش عارف الفيلير ده علشان التست كيس الجديدة ولا ده فيلير ريجريشن. فاهمني؟ فهعمل إيه؟ هرجع ريفاكتورنج وهوقف التست ده، التست الجديد ده هوقفه. اوكي ناو كل التستس القديمه اللي كانت باس شود كونتينيو تو باس، واظبط اللي هظبطه واتاكد انه بيباس وبعدين ارجع رد. ثواني، هو مش بيقول لك مين بالظبط اللي باس ومين فيك؟ بيقول. كنت باك بيسمي دي ان انت عندك تو هاتس دايما لابس واحده فيهم. You're either adding functionality or improving existing structures. You never do both at the same time. هتتلبخ. اوكي؟ ف this is an application للكلام ده. Ignore اللي مكتوبه هنا دي معناها don't run this test. اوكي؟ ده معناه ان اي change انا بعمله دلوقتي should remain green. وهغير الاستراكشر وهخليها اري بدل اكيوميليتور واتاكد ان كلهم جرين وبعدين هرجع اعمل ان اجنور او اشيل اجنور انوتيشن وازود التست الجديد. اوكي سو ناو اشيل ده رولد نيو كرنت بول زيرو سكور مش عايزينها رولد في كذا ايكوال بينز ان هير انت سكور ايكوال زيرو for int i equal 0 i اصغر من 22 i plus plus score plus equal rolled of i and all my tests should be green صح؟ ولو حاجة فيهم did not turn green I have a regression أصلحه قبل ما أكمل شغل. clean room دايما my code always execute. We're good. واضح خلوا بالكم ان هو كاتب هنا بيقول ان في تيست اجنورد هو مش ده مش ايرور. بيقول ان انا في تيست اجنورز بيفكرك ان انت عامل اجنور لواحد من التيستس. نروح نشيل الاجنور. And this test should fail. And all the others should remain in their green status. And it does. And it's failing for the right reason. Now what do we do? We want to make this pass. نعمل ايه؟ If rolled of i plus rolled of i plus 1 صح؟ equal 10 and this is as a spare and writing a comment should signal something in your brain. تمام؟ برافو عليك برافو عليك خلي hold this thought وهرجع لها. اوكي؟ in a second يعني. Brilliant.
اعمل ايه؟ rolled of i plus 2 صح ولا ايه؟ and this should pass, this should pass my test صح ولا غلط؟ معايا ولا وقعته؟ لو اللي انا واقف عليها, انا واقف على دي, لو اللي انا واقف عليها بلس اللي بعدها ب 10 يبقى السكور هو 10 زائد 3 اوكي؟ otherwise السكور زي ما هو. Actually صح, ما انا هي دي نفس اللي هو قاله, وانا قلت لك hold this thought علشان عايز استعملها في تيست مش علشان هعديها والله. اوكي اوكي Actually انا عايز اكتب دي كده. No, you can't. Well, you need to jump the loop. No. خلينا زي ما احنا. And this should pass. صح? It doesn't pass. We're still red. Why didn't pass? بيقول لي هنا array out of bounds. عشان انا بلوب لحد 22 وواقف وانا عند 22 بجمع 2 صح معايا ولا مش معايا؟ اكشلي انا مش محتاج الوب لحد 22 صح ولا غلط؟ محتاج الوب لحد 20 لان الاثنين البونص هيجوا مع اخر فريم صح؟ فده بج واتحل. Let's try and it passes but then انا بروجرامر كويس واكتشفت اللي اكتشفه الباشمهندس والباشمهندس, الالجو كده غلط لانه الالجو ده بيقول لو اي رقمين بيجمعوا 10 هيجمع عليهم اللي وراهم, فبالتالي لو دي 4 مش 3 يعني لو الارقام كده هيعتبر ان ده سبير بس ده مش سبير, دي اخر واحده من الفريم الاولاني واول واحده من الفريم الثاني. And the first thing you do when you discover this انك تعمل ايه؟ تكتب test that fails. And when you fix it the test passes and it never comes back. صح ولا غلط؟ Is this powerful ولا لا؟ ف وده actually اللي المفروض اعمله وانا في production code. لما يجي لي defect report في defect اعمل ايه؟ اعمل تيست that fails صح؟ تيست المفروض يباس مش يفيل, بس تيست هنا هيفيل لان البيهيفير مش موجود, بيهيفير غلط. واصلح الديفكت فالتيست يباس وعمره ما هيحصل ريجريشن, لو مش هيجي تاني لان في تيست شايله. كام مره حصل لنا للناس اللي اشتغلت في كود بيزز قديمه ديفكت يتصلح وننزل وبعدين يرجع تاني؟ كلنا حصل لنا ده. Let's prove the theory. ولو الثيري دي التست باست يبقى البج دي ايه؟ مش موجوده, يبقى الالجو بيبيهيف كوركتلي ويبقى انا كنت متخيل حاجه مش صح فخلاص. Make sense؟ تعالوا نعمل ده. بصوا لو انا بكتب الكلام ده فعلا انا هنضف التست عن كده, هعمل لها ابستراكشن, بس انا I'm trying to save time. Two tens in two frames are not a spare. مش two tens. A ten. A ten in two frames is not a spare. إزبا. Okay? So we roll تلاتة. وراها ستة. وراها أربعة. والسكور المفروض يبقى كام؟ And this should fail now عشان الباج موجودة صح؟ صح
لازم لان هو بيجمع اللي وراها 2 مثلا، فالمفروض يبقى 15 مش كام؟ طب ما دي فيري فيري امبورتنت بقى، مش 12 ممكن نكتب التست كيس نفسها غلط صح. ولما تباس طبعا ممكن تكتب التست كيس غلط صح مظبوط، بس لما التست باست وانا متوقعه يفيل something is wrong، عشان كده you have to see the test fail. و if the test did not fail لازم تقف وتفكر هو ليه التست باست، it should fail. Okay. Does make sense؟ السكور هنا المفروض يبقى كام؟ هو هيطلع 12. هو هيطلع 12؟ لا. هيطلع 14 قصدك. هيطلع لا مش هيطلع 15. هيطلع كام؟ هو هيعتبر ان ده سبير. فهيطلع كل دول وعليهم 2. فهيطلع 17. بس ده مش سبير. ها؟ فانا هأثرت على 15. هو هيفيل لان في بج وهيطلع 17. بس انا امبروفينج ماي ثيوري وذ تيست. خمستاشر 17 ذا ثيوري از فاليد. صح؟ هاو كان وي فيكس ذات؟ وهي كل الفريمز هتبقى ريمايندر 2؟ ما في فريمز هتخلص في واحد. ماليش دعوه. ممكن ماشي. يبقى فيكس على اللي انا فيه. ماشي ممكن. ماشي. فا اوكي خلاص. طب ما احنا كده ممكن نمشي بتو ستيب. اي بلس ايكوال 2. And this will fix the problem. صح؟ ما انا كده ماشي 2 ب2. لا. ده مش هيجمع. طب ايه رايك في كده؟ That will do. صح ولا غلط؟ واحنا هنقول نظريات ليه؟ ما هو That's the nice thing about tests. اهو صح ولا غلط؟ هو هنا اللي حصل ايه؟ اللي حصل ان انا ماشي 2 ب2. انا ماشي 2 ب2 وانا واقف على ده بجمع ده واللي وراه. لو لقيتهم 10 بجمع عليهم دي، لو لقيتهم اقل من 10 بجمعهم وخلاص، فبتحرك اتنينات. بس احنا لسه مكتشفين ان دي في ديفكت متعلق بان في فريمز مش 2، في فريمز 1 اللي هي الاسترايكس هتخبطنا دلوقتي. ويل كروس ذات بريدج وين وي كم تو ات. فاين اوكي. على فكره انا مش حافظ، انا يعني كل مره بعمل بتاع ده بعمله غير الثانيه. انا معاكم يعني اللي انتوا عايزينه. والتاني ده مين اللي بتاخد تو سترايك تو مع بعض؟ بس ده معناه ان انا مش هقدر اديله السكور لما اخلص فريم. البولينج هولز عاده بتدي لك السكور مع كل بول، مش مع مش في اخر الفريم. فاهمني؟ يعني كل ما ترمي كوره بيجي لك سكور. غير ان اللي انت بتقوله ده بيغير في الكونتراكت. خلي بالك ان رول دي في الكونتراكت. يعني ايه في الكونتراكت؟ يعني ده الاكسترنال انترفيس بتاع الموديول اللي انت بتعمله. لا كل بول كل بول يس. صح مظبوط يس اوكي. نسينا بفكروني يا جماعه. نسينا ايوه. طيب is there anything to refactor here؟ بصوا يس انا مش عاجبني اللي انا بعمله هنا ده، الكلام ده مش عاجبني. ف I would like to introduce هنا abstraction، بس انا مش هعمله to save time. انما انا مش عاجبني الفكره دي، انا عاوز اعدي اري فيها الارقام اللي انا عايزها لوان ميثود تلوب وتنادي رول بالرقم اللي عليه الدور، فيبقى التست شكله شيك. فهمتوني؟ لكن تو سيف تايم مش هعمل كده، فالتست هتبقى لينثي وشكلها مش لطيف. معايا يا جماعه؟ خلصنا ريفاكتورنج نظري. واتس اور نيكست تيست؟ تالي عارفين ذا سترايك تيست. How do you like it so far? It's interesting, مش كده؟ الالجوريثم بيطلع لوحده، حاجة غريبة جدا، صح؟ هو لو أنا عملت ال suggestion بتاع اللوب ده، أنا كده introduced loop وسط test code، هي كانت
ترو صح. علشان كده يعني انا هفكر قبل ما اعمله. بس اللوب يعني ايه حمله اخف من الاف اللوب، ما عديله اري ويعني بيلف جوه نادي ميثود، فما هواش يعني مش هو اتادز كومبلكستي بس ماشي كومبلكستي. واكشلي في ناس بتقول لا دونت، وان التست ما فيش مانع انها تبقى لينثي كده، وان اكشلي ده وهو مقروء كده شكله اشيك من ان انا اعدي بارامترز في اري. في ناس بتقول ده فاين. اوكي استرايك ادز نيكست تو بولز. حلو الكلام. And the test should not be difficult. A strike. صح؟ ليه؟ هنشيلها ليه؟ ليه؟ هو كده ده ناتشرال انترفيس. انا رميت 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 هو بيحسب، انا ماليش دعوه ده فريم ولا مش فريم، ده شغله الشغل انا صح. هو في الاخر مش طالع لك كوره لو خلصت، اللي هي المكنه بتاعه ده مش طالع لك كوره. اوكي وات شود ذا سكور بي؟ ولا ناخد الارقام اللي عندنا هنا احسن؟ 10 3 طيب 20 مظبوط ولا ايه؟ اند ذس شود فيل. اند ات داز. جاب 15 لانه عد 10 و3 لقوا 13 فقال لا دول مش 10. ما هو يعني ما بيفهمش. اوكي okay. احنا بس اللي عارفين انه ما بيفهمش، الناس الثانيه فاكراه يعني ايه عارف كل حاجه. How can we make this pass واللوب اللي ماشي اتنينات ده هنعمل فيه ايه؟ ده محتاجين نغير اللوب ده صح؟ مش هينفع نمشي اتنينات دلوقتي لانه ساعات في واحد بنخلص الفريم مش كده؟ How do you like that؟ نزرت دامي سلوت يعني مش مريحاني. انا ساعات هتحرك واحده وساعات هتحرك اثنين. This is the easiest way to think about it. صح؟ فانا basically انا عاوز 10 فريم. صح؟ وساعات هاخد اثنين وساعات هاخد واحده. It's as simple as that. If else هنشوفه. هنقول caseless pair الأول if rolled of I not I this ball is 10 نعمل ايه؟ score is 10 plus اللي بعدها واللي بعدها و this ball بدأ بإيه؟ بزيرو. لو اللي بعدها واللي بعدها فريم واحدة يبقى كده عديت الفريم، يعني لو جت 10 و10 أهو ده اللي أنت عايزه صح كده؟ لا واحد صح؟ ليه؟ يعني لو جاني 10 و10 لو جالك 10 و10 خلينا دلوقتي احنا بنبسط اوكي وخلينا بعدها نجرب اللي انت عايزه فاين؟ اوكي ميبي يو رايت ميبي يو نوت. واحنا ليه غيرنا ليه بنستعمل ده وليه ذيس بول؟ كنا ممكن نمشي اي صح؟ لا لان اي من واحد من 0 ل 10 مش عارف امشي بيه، ده بيعد 10 فريم بتنانات كان ممكن برضو كنت هحط ايفاي في الاول لو هي سترايك ينط ينط فريم يعني ينط ده برضو ممكن
وده ممكن. اوكي؟ نتكلم عشان التعديلات بتيجي. ما بس احنا ما حطيناش ان هو دلوقتي هضطر اعمل ما هو هاي سترايك اهي اهي اف ذيس بول فيها 10 ده معناه ان احنا عندنا سترايك اهو صح. ساعتها يبقى السكور ايه؟ السكور 10 زائد اللي جايه زائد اللي بعدها. وذيس بول عشان اللوب وهو بيلف المره الجايه هيبقى اللي بعدين على طول. لو احنا سبير اللي هو ده الاثنين مع بعض ب 10 يبقى السكور ايه؟ السكور 10 بلس اللي جاي بس صح. وذيس بول تتحرك كام؟ 2 مظبوط صح صح. كنا هنتبهدل. دي عايزه تبقى إلس وبعدين إلس ده الاوبن فريم صح. اوبن فريم السكور هو ذيس بول وذيس بول اللي بعدها. ده هيبقى ذيس بول وده هيبقى ذيس بول. وذيس بول يتحرك كام؟ 2 برضو. خليني بس اعمل كده عشان تشوفه. فين اي؟ تحت الكرسر على طول. مفيش اي. اوه كنا نعرف. if I have a strike السكور 10 زائد الكورتين الجايين وهتحرك واحده لقدام. لو سبير السكور هو 10 زائد اللي جايه وهتحرك 2 قدام. اذروايز السكور هو الاثنين دول وهتحرك 2 قدام. And this should pass. بس الاي الاخيره اللي كنا شاطرين بالنا منها ايه؟ كانت هتفيل. كانت هتفيل بس مش هعرف منين. هنا كنت هحتاج ديباجر ما كناش هنحتاج. ميبي احتمال بس كنت هتحتاج ديباجر في سكوب ايه؟ وان تيست. خلي بالك من في فرق كبير. لو انت محتاج الديباجر في سكوب ابلكيشن غير لو انت محتاج الديباجر وانت داخله بتست ثلاث سطور. هتعرف فين المشكله بلوج او بديباجر. sometimes I use the debugger والحقيقه الديباجرز تقدمت بقى استعمالها مش لازم يبقى تقيل. بس الاساس عندي هو انا داخل الديباجر بسكوب تيست اربع سطور. فالستيت في ايدي محكومه عارف جايه منين مش بسكوب قد كده. Do you agree ولا لا؟ ايه كانت هتفيل التست من غير كود ريفيو. يعني انا واحد من الناس اللي مش شايف ان احنا نعمل كود ريفيو قبل ما نرن التست. انا مش عاوز في الكود ريفيو نضيع وقتنا. الكود ريفيو غالي بتقعد ناس كتير مع بعض فانت مش عاوز تضيع وقت الناس وفي تيست فيلرز. انت روح اعمل كود ريفيو على حاجه شغاله مش على حاجه هنطلع فيها يعني فاريبل خربان. يس اكزاكتلي. ما نكتبها تيست. نران التيست دي فيل. اكسبكتد 16 اكشوال 19 ويتش تيست. نظاره سبير ادز نيكست بول. spare adds هنا. why؟ تعال نشوف التست. اوكي spare adds next ball اهو. انا هعمل debugging بعناية. 4 6 3 رجع كام هو؟ رجع 16. يعني هو ما اعتبروش spare. رجع 19. ده ما صح. ورجع 19 يعني يا جماعه مرتين. 16 و3 جماعه مرتين وهو ديفينتلي كان هنا صح. if roll this ball plus roll this ball plus 1 is 10 score plus equal
10 plus rolled of this طبعا. صح ولا غلط؟ يعني I didn't intentionally program the defect. It took 3 seconds. معايا؟ ايه؟ ده كان انا كنت هنا، كنت لما بلاقي الاثنين دول 10 بجمع دي، المفروض اجمع دي. اوكي I wrote this test 15 minutes ago، حصل لي فيه failure، I detected the regression and I fixed it in no time. يعني an excellent example of how regression is handled في تي دي دي. يس ده كان هيبقى افضل بكتير، بس انا ام رانينج ا بيت تايت اون تايم. يس يس ابل كوماند واي